والآن ننتقل باتصال مع الوزير وائل أبو فاعور. مساء الخير. مساء الخير مع الوزير، أهلا وسهلا فيك حضرتك. يعني نحن من أسبوع كان معنا ضيفنا، كمان كان معنا اتصال من دكتور حسن مقلد، وبوقتها من أسبوع حضرتك يعني بعثت أنه مستعد اعتزل السياسة وأيضا اتحاسب وارفع الحصانة عني إذا كان هنالك من إثبات أو دليل على أن أكون أنا الشخص اللي حول الحساب. لنشوف أكثر شو صار هيداك الأسبوع، رح نعرض هيدا الفيديو. يجي ردود يعني من الوزير وائل أبو فاعور انه يعني هو يعني من قبله حدا عم برد، عم بقول اذا بيطلع عنده حساب بالخارج بيعتذر وبيعتزل العمل العام، اما اذا انت اخطات بحقه لانك ما نفيت اقله من بعد كل هالتوضيحات اللي هو عم بيقولها، فانت تعتذر من الرأي العام، ما بده اعتذار شخصي. هون شو بتقول؟ لانه الرجل صار يعتبر حاله هو المستهدف بهالموضوع. انا اولا بعدني ما سميته، واذا بنتيجه التحقيق تبين انه كان المقصود هو وما عنده حساب بالخارج او هيك، انا عندي كل الجرأه الادبيه اعتذر من الرأي العام، اعتذر منه هو شخصيا. انا ما ممكن لا اتبلع على العالم ولا في شيء بيني وبين الوزير وائل أبو فاعور او غيره. انا حتى وليد جملاط لو ما يرفع دعوه، وانا حتى بس رفع الدعوه اعتبرت انه روحه على القضاء شغله ايجابيه. انا ما حكيت اللي حكيته الا بعد اجى حوالي 150 تهديد بالقتل من جماعته، وقتها رديت بهذه الطريقه. اما لو كانت القصه فقط على القضاء كان كثير ممتازه، مين بيزعل اذا راح على القضاء؟ ونفس الشيء برجع بقول لك، اذا تبين انه كان هو عم يتهم ومش هو الشخص المعني، كوني على ثقه بطلع على رؤوس الاشهاد بعتذر منه من الشعب اللبناني، واذا بنتيجه التحقيقات تبين انه هو كل الحادثه له حد. طيب هيدا كان من اسبوع، وبهيدا الاسبوع الوزير وائل ابو فاعور رفعت دعوه على دكتور حسن مقلد، مزبوط؟ نعم. طيب بسياق الدعوة هل تطالبوا بكشف المستندات؟ يعني ماذا تقول بحين هذاك الأسبوع ما طلعت على الإعلام مع أنه أكدت يعني بالرسالة اللي وصلتنا أنه هذا الكلام، اليوم بعد أسبوع شو بتقول؟ أولا أنا كنت متفق أنا وياكي أنه الأستاذ حسن مقلد رح يطلع الليلة على التلفزيون، مزبوط؟ على أساس كان بده يطلع، بس يمكن يرجع يطلع يعني لحد هلا لأنه صار في كثير تطورات. نحن حتى جربنا نتواصل معه أكثر مرة بس منه على السمع. يبدو هلا بطل كثير على السمع. بطل ليه؟ أنا هلا بسألكم. لا هو عنده ندوة، هو عنده ندوة، بس لأنه نحن الوقت عنده ندوة هلا 11 بالليل؟ يبدو في ندوة بجنوب، بس لا المشكل بالوقت اللي صار التطورات على الأرض. مشان هيك تفضل. لا أنا رأيي ما طلع لأنه ما عنده شيء يقوله، ولانه ما عنده شيء يستمر بالتضليل فيه. ثاني شغله انا بتذكر بالحلقه مره الماضيه هو قال انه خلال اربع ايام راح يظهر المستندات، مزبوط؟ كم يوم صاروا؟ طيب بهيدا الاطار انت لا عم بسالك على لحظه لحظه نعم لحظه ماشي. كم يوم صاروا؟ من الجمعه الماضيه لليوم. طيب اسبوع كم يوم صار؟ اسبوع. انتم مش مطالبين هلا انه انتم تعلنوا موقف انه الرجل خذلكم بالادعاءات وبالتضليل اللي مارسوا؟ لا هلا هو كمان عم بيقول انه بما انه صارت بالقضاء بده يبعث هيدي المستندات الى القضاء. طيب ليه ما قال هيك الاسبوع الماضي؟ لانه ما كان في دعوه. هلا انا ما راح اطلع يعني رد عنه. لا 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 ما تطولي بالي هلا عم تحجش وانا بدي حاجش. لا انا ما بدي حارجك، انا بدي موقفك. انا بدي حاجش. لا اول شيء طلع معكم الاسبوع الماضي قال انه انا ما قلت وائل أبو فاعور، مزبوط؟ سالي عندك اثنين مراسلين اذكياء كثير، ليال ابو موسى وشو اسمه الثاني رامز القاضي، اللي طلعوا لمحوا لاسمي بهضمني كثير يعني تفوق قدره التصور. وين طلعوا لمحوا؟ طلعوا كل واحد عمل تويت، ليال ابو موسى اللي انتم منصبينه قاضي بتطلع بتحكي وبتحاكم الناس بناء على التضليل اللي مارسه حسن مقلد واللي خبرها تحت الهواء حسن مقلد انه انا قاصد وائل ابو فاعور، عملت تويت ولحقها المذيع الثاني رامز القاضي وقال انه اللي مقصود هو الوزير المطابق او غير المطابق.
بس كثير عالم عملوا تغريدات، كثير عالم اعتبروا. انا عم بحكي عن اثنين عندكم بالمحطة. بس وين الملامة على المراسلين اذا مثل ما عم تقول حضرتك كان هو؟ وانت عليك ملامة كمان، وانت عليك ملامة لانك طلعت حكيت وانت هلا. انا ما طلعت حكيت، انا ما طلعت حكيت. لا هو حط تويت كمان في راس من دون الاشارة لإلك، بس هو عم برد عليك. بس معالي الوزير هلا حضرتك ضيفنا وطالع لتبرر، بس انا اليوم اذا بدك تناقشني. كل السهرة عم نسمعك، كل السهرة عم نسمعك، هلا سمعنا انت شوي. لا ما انت طرقت لإلي، انا غير هيك ما عم بعلق، تارك حضرتك تحكي. انت طلعت قلت انه منين جمع هذا النايب ملمحا لإلي ال 10 مليون دولار؟ بحال صح الرقم اللي طرحه، انا عملت ريتويت. بحال صح. طيب انت بنيت كلامك، هلا اوكي بدي اغفر لك انه انت بنيت كلامك على حدا مش موثوق. هلا صار له اسبوع الزلمه ما اظهر مستند، ما اظهر ولا وثيقه، ما قدر ياكد رايه. مش مطالبين انت والمذيعين الثانيين انكم تطلعوا تقولوا انه في حدا ضللنا فنحن ضللنا الراي العام؟ بس تخلص حضرتك اذا الحديث موجه لإلي تقدر رد يعني حق الرد، بس انا بدي حضرتك تكفي فكرتك. والصحفيين الثانيين، طيب انتم كيف تطلعوا وتتبنوا كلام والزلمه اللي حكي واللي اصر لكم تحت الهواء انه المقصود اول يوم كان وائل ابو فعور، ثاني يوم صار مقصود واحد ثاني. لما تتبنوا هاي الكلام وبيظهر هلا بعد اسبوع انه ما عنده ولا وثيقه، هلا كنت عم تحكي انت يا نانسي عم تحكي انه ما بتقبلي الاتهامات على الجيش واتهامات بدون ادله، طيب بتقبل الاتهامات على الناس؟ لا بس لحظه هون مع الوزير معين. لا مع الوزير لا تعرف انه ما قبلنا انا، بس لا معلش بس تخلص الحديث مع نانسي لانه صار في حديث على اشياء صارت برات يعني برات قناه الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حق الرد، في حق الرد. لا انت اكيد في راس رح ترجع ترد لانه طرق لتغريده. بس استاذ مع الوزير عم تقول لي هل تقبلون نحن بموضوع القبول؟ يعني اول شيء خلي في راسي رد على بموضوع هو بما انه هو من الناس اللي غردوا، انا رح ارجع احكيك عن الحلقه اللي صارت. يعني انا اول شغله في شيء على الهامش، حضرتك عم بتقيم الزملاء اللي حطوا التغريدات من ناحيه الذكاء ومن ناحيه الهضامه ومن ناحيه الامور الاخرى، انا بعتقد هذا المحل ما له علاقه بصلب الموضوع، هذا رايك بس ما بعتقد انه بهذه الطريقه اذا حدا عمل ريتويت بناء على شيء حكاه خبير اقتصادي ببطل ذكي وببطل يعني الهضامه. لا لا ما استفزيت، عم بتحفظ. لا حقك فيك تكون بتشوفهم مهضومين وفوق الاخلاق معالي الوزير وفوق الاخلاق. لا لا معالي الوزير حضرتك فيك تكون، لا لا ما استفزني بالعكس، ما استفزيت. فيك تكون بتشوفهم مش مهضومين او مهضومين، هالشيء بيرجع لحضرتك، هذا تقييم شخصي. بما بالحد الادنى بشوفهم بالحد الادنى غير عادلين وما عندهم مصداقيه بالموضوع اللي له علاقه بحضرتك. انا عم بقول لك اياها الان، الاشاره والتلميح كان انه حضرتك المعني بهذا الرقم بهذا التحويل اللي صار. منيح انا من ناحيتي في كثير سياسيين بيقعدونا انه بيوم باثنين وبثلاثه وباربعه بيكشفوا مستندات وما بيرجعوا يكشفوا. انا بالنسبه لي الدكتور حسن مقلد بالاتصال اللي صار قال انه في اجراء معين مبني على الدعوه اللي حضرتك تقدمت فيها خلاه يرجع يغير الطريقه اللي بده يقدم فيها هاي المستندات. ولكن انا بالنسبه لي بس خليني اقول لك، انا بالنسبه لي انا ماني بمحل اعطي مهل لا للدكتور حسن ولا لاي حدا اخر. انا من هون لاسبوع اذا لم يتبين اي مستند، التويت اللي انا حطيته بتراجع عنه الى ان يتبين مستند. وبعترف اني انا بيكون بهذا المحل يمكن تمنيت معلومه غير دقيقه. ولكن بس شغله وحده، يا ريت بس خليني كفي لانه حق الرد خليه يكون كامل. يا ريت يا معالي الوزير حضرتك والطبقه السياسيه كلها يعني يا ما الى سته عند سيده بتعتذروا منها الناس على كل الاتهامات اللي سقتوها بحق بعض وتراجعتوا عنها وكل الوعود اللي اطلقتوها وتراجعتوا عنها. يعني اذا بدنا نفتح هذا الملف في يعني ما بنقعد نخلص، فما تحسسنا انه نحن بمحل يعني ارتكبنا هالخطيئه الكبرى وكل اللي صار ب 30 سنه. يعني انا المشكله ما بدي اخذ الحديث على سجال بيني وبين حضرتك لانه انت ضايف على قناه الجديد، بس ما انه طرقت لي ماشي الحال يعني في 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 ناس اتهموا ناس بجرائم اغتيال وبقصص وبسرقات وبي اللي بدك اياه، ولا اعتذروا رجعوا قعدوا هن وياهم على نفس الطاوله وعملوا حكومات، ولا اعتذروا من الناس ولا اعتذروا منا. فخذونا بحلمكم شوي بعد امرك يعني. خلص. لا انت المشكل شعبيتك بالجديد كبيره، فيمكن هلا جزء كبير يوقف ضدي، بس انا اللي شعبي. لا بمعنى انه يمكن في عندك يعني يمكن تكون هون عندك عالم بفضلوك او بحبوك ربما مثلي واكثر، بس انا اللي علي بدي اقوله. ف ايه انا خلصت.
خلصت. اول شيء من 30 سنه انا كان عمري 17 سنه ما كنت بعدني عم بشتغل فيه. منيح انا عم بحكي عن الكل. اسمعني اسمعني اسمعني. عم بسمعك والله عم بسمعك. يا اخي اسمعني. بس ما ناخذ. انا عملت وزير 5 مرات وعملت نايب 3 أو 4 مرات، حسبني بكل مسيرتي السياسيه على اي اخفاق او اي خطا او اي موقف ارتكبته وانا مستعد اني اطلع واعتذر من كل اللبنانيين على كل شيء صار. طيب في عندي ادائي بوزاره الصحه وعندي ادائي بوزاره الشؤون الاجتماعيه وادائي هلا بوزاره الصناعه وقبل منا مرتين بوزاره الدوله، اي محل انا ممكن انه تنشار الي بالاصبع فيه انا مستعد اطلع واعتذر عنه، بس انا بعتبر اللي انت قلته الليله انه انت من هون لاسبوع اذا ما طلع مستندات حسن مقلد بدك تطلع تقول انه تم تضليلك، وانا ما بدي اعتذار لا منك ولا من المراسلين الثانيين. المراسلين بس مع الوزير بس تعرف انت عم تحكي عن شيء على تويتر ما عم تحكي عن شيء على الهواء على الهواء على الهواء هلا في راس هو حر التزم بما يعنيه لا أنا بس على الهواء اليوم انا كمان بتحسبني لما انا كصحافي اتهمك بامر معين اللي على الهواء المعلومه اجت من مصدر اعلنا يعني مش مصدر سري انا بناء على التويت تبعه حطيت تعليق على هيدي التويت هاي هي القصة ايه بس هون بس اللي صار على الهواء مع الوزير بس اذا بتسمعني انا فلتت انا ما راح اقدر لحق لك بالطلاقه يعني لا 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 تفضل الله عليكي بس اسمعني شوي تفضل حسن مقلد طلع قال انه هو ما اتهمني مزبوط في 2 إعلاميين اشر لهم حسن مقلد اللي سميتهم طلعوا اتهموني بناء على الاتهام على اللي خبروني اياه تحت الهواء حسن مقلد هن مطالبين يعتذروا من الراي العام مش مني انا ما بدي اعتذار من حدا ولا بيعنيني اعتذار من حدا بده يطلعوا يعتذروا مني مثل ما اتهموني يعتذروا مش مني من الراي العام انه نضل للراي العام طيب هون هول بموضوع تويتر بموضوع على الهواء الهواء صار واللي كنت عم بتابعه هيداك الاسبوع انه انا سالته لدكتور حسن مقلد وقلت له انه هيدا موضوع عم بيصير اساءات لاشخاص استهدافات لاشخاص حتى ذهبت بعيدا بالتوصيف واستفز وقلت له انه اذا هو معني او غير معني لا نفى ولا اكد عنك حضرتك رحت على الدعوه اليوم شو بتقول ليش طيب اذا يعني اولا كنت قايل لي قبل انه انا او ببيان فينا نسميه او برساله انه انا مستعد استقيل واعتذر واليوم وقلب فعور اذا بهذه الدعوه لانه ربما دكتور حسن مقلد حيقدم مستنداته للقضاء اذا اثبت عليك امر ما بموضوع تحويل اموال الى الخارج باطار تهريب الاموال عم نحكي وما بعد هيدي الفتره شو بتقول اذا اثبت علي اني طلعت خارج لبنان ليره وحده او دولار واحد او اذا عندي حساب برا بكرر التزامي انا بعتذر من الراي العام اللبناني وبعتذر السياسي بعدني على هذا التعهد بس بنفس الوقت بطلب منه هو اللي من اللحظه اللي ما راح يقدر يتصور الليلي هرب كمان هو لانه ما عنده شيء يقوله اللحظه اللي بيقدر ما يثبت فيها هاي الامور وانا متاكد انه ما عنده مستندات وقت يطلع يعتذر من الراي العام اللبناني انه اعتدى علي وقبل مني اعتدى على وليد جنبلاط طلع قال انه وليد جنبلاط ولمح لي انه وليد جنبلاط حول 300 مليون دولار هيدا من شهر ما قدر يجيبها هالوثيقه اللي بتقول انه وليد جنبلاط حول 300 مليون دولار لبرا يجيبها ويتهمني ويثبت علي ويثبت على وليد جنبلاط انه نحن جهه سياسيه فاسده وعم نهرب مصاري برات البلد اما اذا ما قدر ثبت هالامر فهو مطالب انه برجع بقول لك يعتذر مش منا نحن ما بدنا اعتذار ونحن عارفين الحمله وين مصدرها ونحن عارفين منين مين اللي طالب ينعمل طيب طيب ليه حدا مثل دكتور حسن مقلد بده يكون واجهه لهيك حمله ايا يكن مصدرها حدا عنده رصيده عنده سمعته عنده نعم قليله انا مش انا اللي بجاوب على هيك لا انه ليه بتعتبر بده ينعمل عليكم حمله بهذا الموضوع ولا مش شايف الحمله اللي علينا مطلوب انه نحن يعني تخويننا ومطلوب انه نحن كمان تكسير الايقوني اللي انه اذا في حدا بالحزب الاشتراكي او الحزب الاشتراكي ما قادرين نطالبوا بشيء بنهدده بملفات طب معالي الوزير بس سؤال حضرتك نعم. عم بتقول انه وعم بتاكد انه ما لك علاقه بهذا الموضوع ولكن للامانه اللي انحكى على الهواء من قبل الدكتور حسن مقلد يعني كان في ايجابي يعني حددت انه شخص من اللقاء الديمقراطي انا ما بدي ارجع فوت بمحل نتهم انه عم نتبنى ولكن هل كلقاء ديمقراطي او كحزب اشتراكي بتنفوا انه اي شخص من قبلكم من الكتله النيابيه الحاليه او الوزاريه بحكومه تصريف الاعمال له علاقه بهذا الموضوع ولا عم تحكي حصرا عن حضرتك انا عم برد عني انا عنك حضرتك بترد عن حالك بس اذا اي شخص اخر ما وبرد عن وليد جنبلاط اسمعيني برد عن وليد جنبلاط
رد عن حالي وعن ولي جنباط، واذا عنده دليل علي هو طلع اتهمني انا واتهم ولي جنباط، شو بدي بيت اعضاء الديمقراطي؟ هو تحت الهوى استعمل اسلوب انه فوق الهوى ما بيتهم حدا، تحت الهوى بيسرب اسماء للاعلاميين. مين قال لك انه تحت الهوى سرب اسماء؟ ما بعرفهم يعني بعرفهم وبعرفهم وبعرف شو حكيهم بالضبط. اذا مفكر حاله انه احنا مش عارفين، عارفين بالضبط شو حكي. بس ما هذا يعني ايه، هو هي الشخص اللي اتصل فيه خبر الا اذا في تنصت يعني، يعني ما بنقدر نحن عندنا تنصت بالحزب الاشتراكي عم نتنصت. طيب بس بهالحاله يعني هلا بحسب ما عم بتعرف حضرتك نحن صحفيين بيوصلنا معلومات يعني ونحتفظ بمصادر معلوماتنا. عم ينقال انه ممكن انه هو ما في عليه ولا دليل كمان انه سمى وائل بوفعور. طيب اوكي يطلع يقول انه انا ما بتهم وائل بوفعور بهالامر، يطلع يقول انا ما عندي اي معلومه. تسقط الدعوه اذا طلع دكتور حسن مقلد قال لا انا ما بتهم وائل ابو فعور كنت فكر فيه. وانا ما بدي اعلن وما بدي يعني بوقتها كان عنده خصوصا انه هو عم يشتغل على شيء ابعد بجنيف وبرا انه يصير وقف تحويل لشخصيات سياسيه، عم يشتغل مفروض على ملف مش سهل. يشتغل قد ما بده بس يحكي معلومات حقيقيه مش معلومات مضلله مثل اللي حكاها مش مضبوطه. طيب ايضا عم بيقولوا لي مع الوزير انه ليال بوموسى ما حطت اسمك بتويت. إيه لا حطت وزير مطابق للمواصفات. مين قولك الوزير المطابق للمواصفات يعني؟ ما بتقدر ما تعرف بلكي ما صارت بلكي عم بتلمح انه مطابق للمواصفات يعني ممكن يكون شبيه لإلك. لا انت بتعرفي انه هيدا توصيف ارتبط فيي بعد حمله سلامه الغذاء. ثانيا يعني يحاولوا يكونوا اذكى شوي واهضم شوي. وحياتك ذكاء يا معالي الوزير. هلا الذكاء والهضامه بتبع بتقول اللي من الله. والله ما بين هيك. انا مع الوزير ما بين لا ذكية ولا مهضومين. نعم رأيك. بس هون مع الوزير بموضوع انه مثل ما حضرتك حطيت حصانتك على الهواء ومصداقيتك. بما انه ليال بوموسى اتصلت انا برجع باكد المطالبه لها وللمذيع الثاني رامز القاضي مثل ما حكيوا وكتبوا بناء على كلام حسن مقلد، بس حسن مقلد ما يقدر يثبت هالامر مطالبين بالاعتذار من الراي العام اللبناني. فينا نسالك سؤال بعيدا عن هذا الموضوع لانه باللي صار اليوم بمجلس النواب بموضوع بموضوع تاليف الحكومه وحضرتكم حضرتكم مقاطعين، هل هيدي المقاطعه رح تنسحب ايضا على وضع فيتو معين على الاسامي الدرزيه اللي ممكن تنطرح؟ يعني لانه اليوم رايحين على مرحله التاليف وفي اسماء اكيد بطبيعه الحال تطرح للتوزيع رح تكون من الطائفه الدرزيه، هل انتم من تحت الطاوله او بالكواليس عم بيصير في تنسيق معكم على اسامي معينه او شو؟ ابدا على الاطلاق، نحن الرئيس المكلف ما حصل ولا اي اتصال معه. نعم. غبنا عن الاستشارات اليوم لانه شايفين الموضوع معد سلفا وبالتالي نحن صوتنا لنواف سلام، فما في داعي ننزل اليوم على الاستشارات، ما عندنا مطالب وما عندنا اسماء ويجيبوا الاسماء اللي بدهم اياها. لكن في البعض اعتبر معالي الوزير انه مثلا الاعلامي الزميل سامي كليب لما هيك تبين انه ممكن يكون مطروح بفتره من الفترات شن الاستاذ وليد جنبلاط يعني تويت كان كافي اعتبر بمثابه حمله عليه، فهل ممكن بحال كان في اسامي اخرى سواء سامي كليب او اخرين ممكن نشوف حملات عليهم يعني بشكل او باخر؟ لا على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق، نحن اعلن الاستاذ تيمور جنبلاط انه نحن اي رئيس حكومي بيتكلف اي حكومه بتتشكل نتعامل معها ايجابا، اما اذا كانت هذه الحكومه بدها تاخذ خطوات فيها نوعا من الخصومه السياسيه المعلنه فنعرف كيف نتصرخ، يعني تاريخنا مع الحكومات ومع العقود في البلد ليس جديدا. طيب شو تعليقك على اللي عم بيصير بالشارع كمحاوله ضغط مثل ما عم بينقال على رئيس الحكومه المكلف بموضوع قطع الطرقات ويعني المواجهات اللي عم بتصير مع القوى الامنيه امبارح واليوم؟ اعلم بالاول شيء انا بستنكر اللي حصل مع الجديد الليلي تحديدا الشباب حسان وزكريا ويمكن رشيل ما صار معها شيء. الحمد لله على سلامته، انا بستنكر التعرض للنيو تي في او لاي وسيله اعلاميه. ثانيا امبارح وليد جنبلاط عمل تويت اخر الليل طالب فيه ان التحركات الشعبيه تظل ضمن الاطار السلمي الديمقراطي وعدم الاحتكاك او الصدام مع الجيش والاجهزه الامنيه، لانه لا سمح الله اذا حصل هذا الامر بيكون عم بيخدنا على منزلق خطير وخطير جدا. استاذ وائل الناس تعبت. نعم استاذ وائل
فيك تضلك معنا لانه استاذ دكتور حسن مقلد صار معنا اتصال. ايه الحمد لله. يلا حتى ما نصير نرجع نضطر نرد نتصل ونرد. فيك تسمع؟ نعم رجاء. شكرا. مساء الخير دكتور حسن مقلد. خندور الله يخليكم. سمعت؟ ما بعرف اذا قدرت تسمع. قدرت تسمع؟ لا للاسف كنت محاضره ما قدرت اسمع. بس اللي صار انه الوزير اخذ وزير وقلب فعول معنا على الهواء كمان و اخذ عليك بشكل كبير انك وراء تسريب اسمه وهذا الشيء وصل للدعوه بيناتكم وانه حضرتك قلت انه بدك تظهر مستندات من هون لاسبوع وما صار هذا الشيء. ليه لحد هلا ما بينوا مستندات الإدانة؟ اول شيء يعني مستنداتي لو ما عندي ثقه فيهم وبالتحويل الاول والثاني وبلكي بتحويلين كمان يعني ثانيين بعرفهم مع بعضهم بيطلعوا على ايقاعي وعلى توقيتي وكانه حدا قال لي انا عملت لهم الهوا لحدا انا بحب اقول بحب اكد شغلي وحدي انه انا عملت تويت واضح كثير وانا ما فت بالاسماء ومش ما فت بالاسماء برجع اتكرر المره المليون مش خوفا من حدا ولا لانه عندي شك لحظه بمصداقيه كلامي وبمصداقيه مهنتي. ما فت بالاسماء لانه بالتحويل الاول اللي حكيت عنه حكيت انه في مصاري بدنا نرجعها وراح نرجعها وبالتحويل الثاني حكيت انه بس يكون في مواطن لبناني ما له حق يحصل على مصريات او يحول مصريات لبرا او مضطر يدفع عليهم 20% و25% بس شخص لانه عنده موقع وظيفي او موقع نفوذ بيقدر يعمل لهيدا السبب حكيت على الموضوع. انا بموضوع المستند اما صار في دعوه علينا فانا سبق وحكيت من ثلاث ايام وقلت بوضوح كثير انت القصه تطورت وراحت على محلات احسن بكثير بحكم الدعاوى اللي وضعت عليه. هيدا المحل الاحسن بكثير انه احنا بصراحه عندنا ان جي او بسويسرا، هي الان جي او سمح لنا اليوم تكون لها علاقه بموضوع تحويل الاموال على كل اوروبا وعم نشتغل عليها شغل كبير وكثير منيح انه في عشرات الناس اللي عم بيساعدونا من المصارف وبرات المصارف بقضايا دامغه كثير. وانا ما بفوت يعني اليوم ما بسمح لحدا يشكك بمهنيتي او بمصداقيتي لانه هو عم بحط علي ايقاع اليوم قبل الظهر ولا بعد الظهر. انا كان فيي من اول لحظه ابرز مستندات يعني وبلكي في ناس ما بعرف شو بصير فيهم بالبنوك كونه اليوم بيعرفوا تماما دقتها بس رغم هيك لانه اليوم الاليه عم نعملها افضل واقوى بكثير. انا بس بحب اقول طالما في حدا عم بيقول انه عنده تنصت وبيسمع لازم يكون بيعرف كثير منيح انه في اكثر من اربع شخصيات اتصلوا بمسؤولين بالجهاز المصرفي والمالي وسالوهم كيف حصلت على هذه المستندات وباي دقه وباي طريقه وراجعوهم وفتح تحقيقات ببنكين بالبلد وفتح تحقيقات مع ناس ثانيين نتيجه هذه المستندات. طالما في تنصت وبيعرفوا وعندهم اجهزه وبيعرفوا اكيد بيكونوا يعرفوا الناس اللي راجعوا مين راجعوا وكيف راجعوا وباي بس طريقة. استاذ حسن قبل ما يرد معالي الوزير بس نقطه لو سمحت حضرتك حطيت سقف زمني والتزمت فيه يعني. نعم لا فوق الهواء الاسم بيقولوا بشكل كثير واضح واللي صار انه انا بس حكيت عن التحويل الاول وما سميت انا ما عم بسمعك راس ما عم بسمعك عم بيقولوا لي في حدا عم بيقول لي انه عم تحكي معي او شيء انا ما عم بسمعك عم بقول لك كنت بس هلا عم تسمعني؟ هلا عم بسمعك عم بقول لك بس حضرتك عم بتقول انه ما حدا بيقدر يفرض عليك الايقاع وانا معك يعني بالاخر هذا موضوع انت بتقرره ولكن بالطلعات الاعلاميه لحضرتك كنت عم تتعهد انه الكشف رح يصير بوقت قريب وبعدني بتعهد واليوم ما بدنا تروح الامور لنفس المحل اللي بتاخذنا عليه الطبقه السياسيه انه يعني تنام المستندات اول شيء انا مصداقيتي وشغلي مش مستعد يعني فرط فيه كرمال حدا ومش مستعد فرط فيه لانه في حدا بده يتهمني او بده شيء. انا كنت واضح الاسبوع الماضي وقلت في اليه عم نشتغل فيها، اذا هذه الاليه ما بتبين حكما بدي احط مستنداتي وفورا لانه بعرف انه اخر النهار وانا قلت شغله ثانيه، لا شغلتنا الشهره ولا شغلتنا التشهير ولا مستهدفين جهه سياسيه مثل ما البعض حطنا انه عدالنا يعني جهه سياسيه معينه نقوس عليها، ابدا مش هيك الموضوع. طيب بس دكتور حسن هيدي رح تعمل مفاجآت كثير ايجابيه بالبلد، لانه مش عم نحكي عن تحويل لشخص واحد او لشخصين،
او عم نحكي استهداف لحدا. انا اخر النهار مصداقيتي اهم بكثير من هذه العمليه، كرمال هيك انا مطالب اقدم المستندات اذا ما قدرت كفي. فعلا انت مطالب من قبلنا كاعلاميين، يعني نحن اللي عم نتمنى عليك انه ما يصير في ربط هذا الموضوع بمهله غير محدده. حتى جهات اجنبيه مش كثير يعني نحن ودودين نحن بها ومعادي لنا، وهي كمان عم ترصد هذه التحويلات، كمان اتصلت ووضعت جهد مشترك بيننا وبينها. بس بدي اشوف اذا بعده معالي الوزير معنا. مستندات وعليها كثير مصداقيه واكيد حروح فيها للاخر، ما في شيء رح يعوقنا فيه. الوزير بوفعور بعده معنا؟ بعدني. سالي لي اياه سؤال، شو بدك كل هالسوالف هلا اللي ما لا بتقدم ولا بتاخر؟ انا حولت مضاري او مضاري صار 15 سنه بتخبرنا سوالف، انا ولا بحياتي حكيت سوالف، انا ما حكيت. يا حبيبي جاوب على السؤال، الا ما كانت دقيقه. جاوب على السؤال، جاوب على السؤال. 30 سنه شغل، في شيء 9 شغلات من هذا النوع عملتهم بحياتي طلعوا دقيقين على الاخر. طب خلينا نسمع السؤال دكتور حسن، خلينا نسمع السؤال. سوالف بس خلينا نسمع السؤال. بيطلع بخبر العالم سوالف. خلينا نسمع السؤال دكتور حسن. هلا هلا خلص اوكي خلص فهمنا. شو السؤال استاذ وائل؟ انا حولت مصاري او ما حولت مصاري؟ عم بسألك على الهوا جاوب. ما راح ارد على هذا الموضوع. لا عم بسألك على الهوا جاوب. اذا عندك بقيه هلا بتجاوب. قلت من اول يوم، من اول يوم قلت عنك وعن غيرك، قلت انا لا بنفع عني. انا عم بسالك، انا وائل وهبي ابو فعور، انا حولت مصاري او ما حولت مصاري؟ اذا عندك شجاعه الليلي بتجاوب، اذا عندك شجاعه وعندك مصداقيه الليلي بتجاوب. ما سمعتك، ما سمعتك للاسف. انا عم بقول لك اذا عندك شجاعه وعندك مصداقيه اثبتها الليلي وجاوب. انا وائل وهبي ابو فعور حولت دولار واحد لبرا او ما حولت؟ انا عندي كل الشجاعه وعندي كل الحكمه وكل العقل. جاوب لكن جاوب. بعمل شغلي كيف بعمل؟ جاوب. وبعد شو اللي بيمنعك تجاوب دكتور حسن؟ شو اللي بيمنعك تجاوب؟ شو مسوي دكتور حسن؟ شو اللي لا بغض النظر عن الآلية، حطيت حضرتك تويت بوقتها انه في حدا يعني مسؤول مع كل المواصفات لتي تحول مصاري بكل هيدا الوضع، وفي ناس في صحفيين غردوا في يعني في راس كمان من الناس اللي هلا على الهواء عم بيقول انا اذا من هون لاسبوع دكتور مقلد ما حط المستند ليش بدنا نطلع؟ يعني بالاخر في ناس بتعتبر حضرتك مصدر موثوق، فليه ما عم بتجاوبوا؟ عم بيقول لك هو وائل بوفعور، عم بيقول لك انا وائل بوفعور حولت ولا ما حولت؟ نفس السبب اللي خلاني اول يوم ما سمي الاسم هو نفس السبب اللي بخليني اليوم ما سمي الاسم. ليه؟ قبل ما حدا يفكر فيه. انا بالمناسبه على التويت تبعي، التويتر تبعي بالمناسبه في ثلاث اسماء قبله، في شيء واحد ماخذ 50 اسم اكثر منه، ولا نفت ولا اكدت. نفس السبب اللي خلاني ما سمي من اول لحظه هو. طيب شو السبب؟ هيدي الليله مش على ايقاع حدا نسمي. شو السبب؟ لا خوفا من حدا ولا لانه عندي حسابات ثانيه، عندي حسابات وحده بس هي انه في مصاري لازم يبقوا بالبلد. وبعدين بحب لك اكثر من هيك، اللي بيسمع لهم كيف بيحكوا بيفتكر انه ما في ولا دولار طلع من البلد، وبيفتكر انه البلد مين ما كان بيروح على البنك اليوم بياخذ دولارات، هيك بيفتكر الواحد. بس دكتور حسن معلش، لانه بهذا المحل يمكن لما صاحب العلاقه او اللي مفترض يكون صاحب العلاقه عم بيقول انه هو ما عنده، عم يتحدى انه حضرتك تسمي، يعني استثنائيا وبعيدا عن الاجراءات اللي حضرتك عم تحكي عليها وخدمه للراي العام، بانه بما انه الموضوع تفاعل كثير انه ما حيصير شيء وما حياثر على المال. يعني انا اكيد انا بخدم الراي العام اكثر بكثير بكثير، بس اقدم سندي متكامل من الناس اللي حولوا مصاري مع اثبات، ومعقول كل واحد لوين سلم مصاري. انا يعني اسمح لي قد فهماتي هالقد، انا بس اشتغلت هيدي الشغله وعم بشتغلها صارني زمان ومعي فريق طويل عم يشتغل فيها، مش عم بشتغل فيها لاطلع لا اطلع اعمل حديث على التلفزيون ولا اخذ. طب سؤال، فينا نتوقع وقت زمني معين؟ اسبوع شهر 15 يوم؟ في كثير للشعب اللبناني لازم ترجع على لبنان. طيب بس اليوم دكتور حسن، بما انه في ناس غردت وكمان عطت مواصفات وائل بوفعور ولا يبدو انه انت بدك تسمي، يعني اليوم حدا مثل فراس مثلا في يقول انا بسحب تغريدتي بانتظار المستندات لانه فيها اساءه مثلا لوائل بوفعور، يعني هل هو الرجل متورط ولا لا؟ لانه كمان عطوه يعني ما الناس ادينوه. اديني السؤال، قلتي لي اذا تبين انه الوزير وائل ابو فعور مش معني بالموضوع شو بتتصرف؟
لا قلت لك هل تنفي او تؤكد مثل ما عم بيقول لك هو هلا قال بيعتذر يعني كانك عم بتلمح انه هو بمعلوماتك متورط اكيد وبالتاكيد مش رح سمي هلا ولا رح اكد ولا رح انفي ابدا ابدا طب الوقت الزمني يعني سقف الوقت الزمني اللي حضرتك تتوقعه لا تقدر قريب جدا ان شاء الله عم نشتغلوا اسرع بكثير ما حدا تقدر شهر اسبوع سنه مش الحال صاروا 20 سنه صاروا 20 سنه بيشتغلوا فينا مش الحال بسيطه لا بس كمان الاتهام يعني من دون بينه ما حدا بيتورط فيه صراحه بحب لك انا كرمال مصداقيتي مستعجل مش كرمال حدا انا كمان كرمال مصداقيتي مستعجل لانه في ناس اول مره عم بتشكك وما بقبل حدا يشكك مصداقيتي بعد كل هالتعب كرمال هيك نعم انا يعني بهيدا الوقت عم يوصل لي دكتور حسن اسماء انه مش الوزير وائل بوفعور انما شخصيه اخرى انا ما راح ادخل بالتسميات ولن اسمي ولن اسال عنهم انا بيعنيني انه اذا كان الهدف من هذا الامر بيعرفوا مين الشخصيات التلفنت لمسؤولين بالمصارف ومسؤولين بالرقابه على المصارف وقالوا لهم وحكوا لهم وقالوا لهم كيف هذا التحويل عرف فيه وكيف هذا عرف فيه ما الاسماء موجوده طالما في تنصت وبيعرفوا اكيد بيعرفوا مين الشخصيات اللي اتصلت ومن الشخصيات اللي اتصلت انا ما في انسي او اكيد اي حدا من الاسماء اللي عم بتقولوا لي اياها هلا طيب بس بهذا الكلام دكتور حسن كمان لانه في كرامات العالم اقله بما انه وائل ابو فعور معنا وائل ابو فعور ليس هو المعني ولا يعني انا في اطلع اقول هلا لم يتم اثبات اي دليل على ان المعني بهذا الكلام هو وائل ابو فعور رفعوا دعوه بالاولى بس رفعوا دعوه بالاولى انا قبلت الدعوه ما حكيت ولا كلمه انا بس صار في تهديدات بالقتل خطط وذكرته لوليد جمرات من هو مش مضبوط ما حدا من علي ما حدا من حزب الاشتراكي لا هدد بالقتل ولا يمكن يعتمد على وليد جمرات بعده ما بهذه الطريقه وبهذا الشكل رجعت وحكيت لحكيته بس انا بكل احترام عملت التغريده وعملت قضايا معينه من دون ما سمي وما حبيت فوت ابدا بهذا السجن طيب بانتظار انه حضرتك تثبت المستندات كمان حقه وائل بوفعور على العالم اقله لانه اسمه هو اللي كان بالتداول انه ينقال بمهنيه ما بعرف فراس اذا بتأيدي الموضوع انه مش معني وائل بوفعور اقله لا دليل على الرجل نحن اللي عم نجرب نعرف لانه انطرح اسمه على البوديوم وانطرح اسمه على تويتر نعم بعده معنا الوزير وائل بوفعور مزبوط عندنا رد كمان نعم. من زميلنا رامز القاضي بس ايه قبل بدك تقول له شيء لا لا انا اللي عندي قلته انا السقف الزمني اللي لزمت حالي فيه هو اسبوع اذا ما كان تبين شيء بدي اطلع اقول انه بانتظار المستندات انا راح اتراجع عن هيدي التغريده علما انه برجع بقول لك معالي الوزير هذا له علاقه بـ 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 باحترامي اول شيء لشغلي ولمصداقيتي واحترامي للناس وبما فيهم حضرتك انه ما يتسموا بمحل اذا ما كان في مستندات ولكن انا بالنسبه لي الخطا في حال كان موجود يعود بهذه الحالة إلى الشخص اللي هو عنده كمان مصداقية وعنده وضع معين وقدم إطار معين على الهواء لأنه أنا ما صار في تواصل مع الدكتور حسن مقلد تحت الهواء أو حالي أنه اسم حضرتك يا أستاذ في نخذ الشعب اللبناني كل عافية كل نعم. عافية نعم ما هو ما رح نخذ لك يا أستاذ فراس ولا رح نخذ الشعب اللبناني كل عافية أنا هذا عم بقول لك دكتور عندي. حسن نعم دكتور حسن مقلد شكرا لك الوزير بعده معنا ايه بعدني معكم بدي اقول طيب. شغلتين لو سمحتي تفضل. اولا وليد جنبلاط لا هدد ولا بيهدد وما في حدا من جماعه وليد جنبلاط مكلف انه يهدد وهذا كمان شيء جديد هذا شيء جديد كمان يعني شقف كانوا يا معالي الوزير ومعروفين نعم. اسماء ومعروفين من هن ومعروفين كل القصه تغيطهم باكد لك انه وليد باكد لك انه وليد جنبلاط لا يمكن ان يقبل بهذا الامر وكل وليد جنبلاط راح لجا للقضاء ومعك كمان وليد يا اخي كل الناس تتصور مع بعضها وليد جنبلاط لجا للقضاء لانه لا يريد ان يحتكم الا الى القضاء واحد بده يفرجها وواحد بده يفرجها بالبحر واحد بده يعمل ويسوي بس هذا مش تهديد لا سلامتك ما حدا بده يعمل فيك شيء بس حتى ما نصير نطلع بعض يا استاذ حسن سلامتك ما حدا بده يكبك ايه. بالبحر ولا بده يكبك ما بهيدا التوضيح استاذ وائل هو بحر المصداقيه وتثبت كلامك وتثبت كلامك اثنيناتكم على التليفون ورح تصيروا اثنيناتكم صوتكم على بعض يا بتوجهوا حديثكم لنا باستوديو واثنيناتكم يعني فيكم تحكوا بس ما تحكوا مع بعض لانه ما حتنسمعوا كنت استاذ وائل اول عم توضح انه وليد جنبلاط لا يهدد ولم يهدد حسن مقلد ثانيا وليد جنبلاط راح على القضاء لانه وليد جنبلاط بيعتبر القضاء هو المرجع الصالح لاثبات زيف هذه الاتهامات
ثالثا والاهم، كل هذا الكلام اللي حصل ليلي انا بعتبر انه منكم كاعلاميين انتم تحديدا انت والاستاذ فراس، انا وصلني حقي، وانا ما بدي استاذ فراس تتراجع عن شيء او تكتب شيء، بكفي دفاعك الليلي عن المصداقيه، انا بكفيني. انا بعتبر الكلام اللي حصل الليلي بأكد بما لا يقبل الشك انه هذه اتهامات زائفه لا مكان لها، ولا الاسبوع الجاي ولا اللي بعده ولا بعد سنه ولا بعد 10 سنين ولا بعد 100 سنه رح حدا يقدر يطلع مستند، لانه ما في مستند ما في تحويل مصاري. ان شاء الله خير، لا على وليد الله ولا عليك. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. يعني هاي ايام بيننا، الايام والمستندات هي اللي بالاخر بتثبت هذا الموضوع. كمان في رد عليك، في رد عليك مع الوزير من رامز القاضي، بدك تسمعه ولا بدك؟ لا لا ما بدي اسمعه، لا ما بدك تسمع رامز ليه؟ ولا اول شيء اثنيناتكم ولاد رشيا، هلا ما بعرف اذا عم تتنافس على زعامه المنطقه بتصيروا. رشيا تبعي غير رشيا تبعه، ما بدي اسمع. ليش بس رامز زميل محترم، بس حضرتك عاده بتسمع على حريه الراي. الله يبارك لك، ما تعودنا عليك هيك. لا معلش مرقي لي هالمره. طيب انا بشكرك على المداخله وعلى التوضيح. شكرا. الوزير شكرا. والنائب الوزير السابق والنائب وائل بوفعور، شكرا جزيلا لك. وايضا قبل ما تتابع بدي اشكر دكتور حسن مقلد كمان اللي كان معنا، الخبير الاقتصادي، وعلى امل ما يعني الناس كمان بنرجع بنقول هو انه الاموال العالم تكون بامان، واموال المنهوبه او بمعنى المهربه ما تسلك طريقه، هيدا اللي بيعني كل الناس. انا بدي اقرا رد زميلي رامز القاضي على الوزير وائل بوفعور. يقول رامز القاضي: الرد فيما يعنيني كصحفي، اشكر الله ان وزير في هذه الطبقه السياسيه ما بيستهضمني، وبالنسبه لدس المعلومات عبر صحفيين نعرف من يصيغ البيانات ويسربها على شكل معلومات ومصادر. وبالنسبة للذكاء، أنا صحافي في قناة خاصة وأفتخر، ولم أستحق عملي منذ 10 سنوات لا بالواسطة، ولم أقف يوما على باب زعيم، وأيضا لن أدخل في سجال سياسي لأنه لم أسمي، وبنيت تغريدة على كلام اقتصادي لديه وصحافي لديه مصداقية، وإذا تبين عدم صحتها أنا وفراس من نفس المدرسة التي لا تقبل التعرض والتشهير بأحد. ولذلك فأيضا يعني رامز القاضي عم بيقول نحن بنينا على مصداقية شخص في شأنه وفي مكانه، هو صاحب مصداقية. هيدا توضيح رامز القاضي